جربنا مع بعض تحدي اللهجات، ليبي وسوداني وأردني وسوري وسعودي ومصري، واكتشفنا إن اللغة العربية بحر واسع. يلا هنبدأ مع بعض. بسم الله. يلا 3 2 1. يلا. طيب تفضل محمد ابدأ. يلا راح نبدأ هلا مع كلمة يعني سورية، ممكن كلمة جزدان. في حدا ممكن بيعرفها؟ أنا بعرف. إيه؟ جزدان. 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 عندكم أي فكرة؟ جزدان اللي هو المحفظة؟ المحفظة صح. طيب عندي الكلمة الأولى أمساعات. إيش؟ أمساعات. أمساعات؟ دي أمازيني دي ولا؟ أمساعات بلهجة أمساعات. طب دخلها في جملة مفيدة. طيب. رح تصير سهلة. برافو عليك. أمساعات جيت من البيت. يعني الساعة كام؟ لا إمتى؟ لسه دلوقتي. إمتى جيت من البيت؟ أيوه. لسه جاي؟ كيف جاي؟ قبل شوي. أيوه. أمساعات يعني قبل شوي. طيب. في كلمة مثلا توح. توح. مثلا لما يكون اجيب لك ما بجاوب اعطيك الجواب عايش شو مضيف حاول انت يبكي لا توح هي صفه زي كذا بس ما احس حاليا مش بكاء الان ايوه نعم الان اذا تبغى تستخدمها الان تقول توح اذا تقول استخدمتها في الماضي توحيت او وحيت يعني انت صح لا. معناها روحت مثلا؟ لا بحط لك في جملة بس سهلة مثلا في رمضان أذن المغرب أقول توح الأذان سمعت الأذان توح الأذان مثلا أقول روح توح الأذان روح اسمع الأذان وحيت الأذان سمعت الأذان جينا لله السودانية ليفل يعني ليفل الوحش يعني شفت فوق التوب يا اسطى بص هو داخل بيتحدى في ليبيا هنا الناحية الثانية احنا السعوديين والمصريين والاردنيين غلابه يعني عدينا اهو لا بالعكس الاردن ده قال له كلمه انا ما فهمتها لحد هسه هنرجع تاني نفهمها مع بعض طيب تمام نبدا بحاجه بتمشي طيب ترجمت عليكم حاجه بتمشي ركشه يعني شو ركشه؟ 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 غنمه يعني ما لا مو غنمه ركشه تمشي مثلا انت تكون ماشي في الشارع بتقول له لو سمحت تعال ركشة ركشة يعني توك توك بالمصري توك توك ايوه ايوه ركشة هي ركشة ايوه تمام فاهم؟ طيب كلمة ثانية مثلا يقول لك شنو كرور ايش؟ كرور 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 في جملة في جملة؟ ايوه طيب حتبقى سهلة مثلا يقول لك لما الكرور ده لا ما صارت سهل ما صارت صعبتها أيوة يعني كده فاهم يعني هوابا لا يعني زبالة أي حاجة ما لها لازم فاهم أيوة هذا كرور يعني فاهم مثلا الحياة اللي بنخدها تحت السلم مثلا هي كرور ما فوضى فوضى أي أيوة أيوة فوضى أي حاجة فيها فوضى كده يعني بالضبط كده كرور شفت تراكيب كرور قريبين لبعض ما أنت المصري أنت المفروض تقول لنا فانت تقول عشان حتجي احلى منك انت فاهم هحاول العب في الصعيدي بس الصعيدي برضه هتمسكوني يعني لو الاكل اقول لك مش عاجبك كده اقول لك الاكل ده مزبيط لا ما عارفنا على طول انت صار يعني يعني ملزق مزبيط يعني ما حلو يعني لزق كده بس مخبص مخبص ايوه